شركه زي برزنتيشن، شركه كبيره جدا، شركه عارفه قدر النادي الاهلي، لما يقول انا فعلا ده حلم حياتي فده طبيعي جدا من راجل محب النادي الاهلي. لما حضرتك بقى اي حد زعلان لما يبقى عندك 100 كام بطوله وفرق بينك وبين اللي تحتك 28 بطوله، 28 سنه، اللي عايز يجيبك هيقعد 40 50 سنه عشان يجيبك وانت ما بتاخدش بطولات، تبقى اتكلم وازعل. لكن طبيعي جدا النادي الاهلي يتعامل كده، طبيعي جدا ان الكابتن محمود الخطيب يتكرم كده، طبيعي جدا ان الكابتن محمود الخطيب اي حد، الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي يعني ومجلس ادارته الموقرين، ان هم يروحوا اي مكان المكان يتقلب. طبيعي جدا ان المجلس الموقر ده اللي بيمثل النادي الاهلي لما يروح اي مكان مش هيستقبلوك زي ما بيستقبلوك، ده الطبيعي جدا، ده بروتوكول معروف في العالم كله. يعني كلام كتير قوي جوايا، بس انا ببقى دايما ماسك نفسي علشان ما نطلعش اي كلام يعني لا يليق بمشاهدي قناه النادي الاهلي. لكن اي حد بتسول له نفسه ان هو يتكلم عن النادي الاهلي، يعني اعرف انت مين اللي بتتكلم عن النادي الاهلي، اعرف تاريخك واعرف شكلك واعرف اسلوبك قبل ما تتكلم عن نادي كبير كنت تتمنى تدخل او اي حد يتمنى يدخل.